صدمة ودهشة يثيرها المسلسل الأمريكي عائلة سيمبسون، حيث لا يزال يتنبأ بعدد من الأحداث العالمية قبل سنوات من وقوعها. وشهدت الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور من حلقتين للمسلسل الكرتوني الشهير، ويظهر فيها تفاصيل مشابهة لحادث الغواصة المفقودة. وتظهر أحداث المسلسل الكرتوني غوص بطل المسلسل هومر مع شخصية ملياردير لأعماق المحيط، وذلك لمشاهدة حطام سفينة تايتانيك، ليقع بعدها في عدد من الأحداث المرعبة كنقص الأكسجين في الغواصة، وهو ما حدث بالفعل في حادثة الغواصة المفقودة. كما تنبأت الحلقة الثانية بتحطم الغواصة، وهو الخبر الذي سينشر عبر الإعلام حول العالم. لكن لحظة، من قال أن ذا سيمبسون تنبأ بأحداث سابقة؟ فقد رصد مختصون أن كل ما أشيع عن تلك التنبؤات كان مجرد تحريف وتعديل على الحلقات، وهو ما قد ينطبق على الحلقات الخاصة بالغواصة.